مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى بطلب عدد كبير من المغاربة اللي تبعوا قصة سناء. مشاهدينا الكرام، ربطوا بنا الاتصال، كيصيفطوا لنا رسائل من أجل الاطمئنان. سناء كيفاش ولات الوضع الصحي ديالها وكذلك الشق النفسي. احنا الآن في المنزل ديالها مع الأب محمد اللي غادي نشوفوا معاه سناء، ونفس الوقت في نفس الوقت هناك مجموعة من المستجدات في الموضوع غنشوفها معاه. سي محمد، جينا عندك اليوم بطلب عدد كبير من المغاربة كيسولونا على سناء، اللي قضية رأي عام وعدد كبير من المغاربة في المغرب وخارج المغرب متبعين القصة ديالها، انطلاقا من الجمعية اللي احتضنت البنية وكذلك ولدها صغيور. كيفاش داير الوضع ديالها؟ كيفاش الأمور؟ السلام عليكم. تنشكركم من هذا المنبر، وكنشكرك السي يوسف، وكنشكر الناس المواطنين المغاربه اللي تيعاونونا. كنشكر اولا الناس الانصاف اللي عاونونا، الناس الجمعيه كنشكرهم، تيعاونونا شي بالحليب، كنشكرهم واحد تحياتي ليهم وللناس المغاربه كاملين. والحمد لله البنيه تطورت شويه مع الحالات الجمعيه وداك الشيء، ولات البنيه دابا احسن من الاول. الحمد لله الحمد لله، كنشكركم. كذلك عندك مستجدات أخرى، هو بدأت الإجراءات ديال لاضيين عودي. الحمد لله بمبدا دابا الاجراءات ديال اللاضئين. عيطوا لي الناس ديال الدراك ديال النيت ديال سيدي عبد الرزاق، عيطوا لينا قال لك غادي ندوي داك الدري الخميسات ان شاء الله، غادي باش يحيدوا لي شويه باش يديروا اللاضئين. اولا نيت داونا كنشكروا الناس الدراك في هذا المنبر هذا، كنشكرهم بزاف، هما اللي وقفوا معنا في هذا الواجب وداونا معاهم حتى الخميسات وتما فين تلاقينا مع داك الناس ديال العود تاني، داك السيد لاجوده كنشكرهم، داير النيت تلاقى معانا ولاس نيت البلوزه ديال الطب وكذا وهذاك الشيء كنشكروه. وشينا النيت وتما فين دينا الدري، دينا هو والدريه ديناهم السبيطار الخميسات، تما فين حيدوا الدري شويه ديال الدم، وحنا كنشوفوا بالنظريات العينين ديالنا هو تا هو راه حاضر معانا، تما فين حيد لي الدم، وتما دا داك التحاليل، وكنتسناو ان شاء الله يكون الخير ان شاء الله الرحمن الرحيم. المعلومات اللي عندك، الاطراف اللي هي في النقاش اللي هما معتقلين، تا هما دار هذا الاجراء؟ نعم، تا هما تا هو السيد اللي دار الاجراءات للريان وسنا، تا هو دار معاهم الاجراءات معاهم، جا قال لي حيد لهم الدم ان شاء الله. دابا مازال ما بانش النتيجة. مازال كنتسناو ان شاء الله يتبان يكون خير ان شاء الله الرحمن الرحيم. السؤال الاخير اللي عندي معاك هو، عاودتي لي شي حاجة اللي وقعت هنا في المنزل، قلتي لي شي ناس جاو عندك من طنجة وبغيت توجه انت رسالة للمغاربة، تفضل. كنوجه رسالة نيت المغاربة ولا دوك الناس اللي جاو عندنا، بغا يطالبوا داك السي، بغا يطالبوا ولد سانا، بغاو قال لك ناخذوه نكونوا به باش بغا يربيوه. اولا قال لك بغينا نديروا القانون وهذه، قلت لهم انا لا، راس الدري مازال ولد القانون ومازال ان شاء الله يستحقوا القانون ومازال مع القانون، ومن القانون يكون خير ان شاء الله الرحمن الرحيم. كنشكروا المغاربه كاملين، وكنشكروك السي يوسف بزاف، وقال لي كيعرف اي محمد وهذه، والناس اللي كيتبعوا معنا كنشكرهم بزاف اخي. الوليد ريان كيدير في صحته؟ الحمد لله الحمد لله، من فضل الناس ومن فضلكم وهذاك الشيء، الحمد لله بخير شبيه خير الحمد لله، اللهم لك الحمد. المهم هو نطمئنوا عليكم ونعرفوا البنيه بخير وانت لاباس، هذا هو المهم. بارك الله فيكم، كنشكركم واخي يوسف، وكنشكروا الناس التقنيين كاملين والناس اللي كيتبعوا الناس القانون، تنشكرهم بزاف. شكرا لك، الله يوفقك يا ربي. مشاهدينا الكرام، كما تبعتوا معنا كما قلت في السابق بطلب عدد كبير من المغاربه الاطمئنان على الوضع الصحي ديال سناء والابن ديالها، وكذلك الشق النفسي اللي له دور كبير في الموضوع. مشاهدينا الكرام، خلاصة الموضوع هو الحمد لله سناء مطمئنة، العامل النفسي عندها مزيان، دور الجمعية إنصاف دارت مجهود كبير مشكور عليه، وكذلك رجال الدرك اللي على تتبع الملف فيما يخص لاضيان اللي هي موضوع النقاش. مشاهدينا الكرام، نحن نتتبع هذا الملف وسوف نوافيكم دائما بالجديد في خضم الموضوع. الجزء الثاني غادي تشوفوه مع الأم، تبعوا معايا.